بعد ما عرفنا الأخبار تعالوا كمان مع بعض نشوف بسرعة عناوين الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. هنبدأ من إنجلترا. ذا صن البريطانية سلطت الضوء على طبعا الخلاف اللي نشب الحدث ما بين محمد صلاح ويورجن كلوب خلال مباراة ويست هام بالدوري الإنجليزي. أكدت صحيفة أن صلاح كان منزعج بسبب عدم تواجده في التشكيلة الأساسية للفريق، فضلا على أن يورجن كلوب معروف عنه الحفاوة وتشجيع البدلاء أثناء، زي ما بقول لحضراتكم بالظبط، إن كان عنده دايما يورجن كلوب بيشجع اللاعبين واستعداد للنزول للملعب، وهو ما لم يحدث مع محمد صلاح. واللاعب الحقيقة انزعج من ذلك، وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح تعمد هو الآخر تجاهل كلوب في نهاية المباراة، وصافح طبعا ديفيز مويز مدرب ويست هام. وأشارت الصحيفة كمان أن الفريق حاليا في فترة راحة هتنتهي غدا، ومن المتوقع أن تنتهي الخلافات بين صلاح ويورجن كلوب يوم الأربعاء، خاصة أن يورجن كلوب أكد أن هو تحدث مع محمد صلاح في غرفة خلع الملابس وتم إنهاء الخلاف. ده كان ذا صن الإنجليزية عن مشكلة محمد صلاح ويورجن كلوب. سكاي سبورت كمان سلطت الضوء على نفس المشكلة وقالت على محمد صلاح ومستقبله مع ليفربول، لكن أكدت الشبكة البريطانية أن صلاح لم يطلب الرحيل عن النادي ولا يخطط ليفربول في بيع محمد صلاح بنهاية هذا الموسم. أكد المدير الرياضي الجديد ريتشارد هاويز أنه سيحدد مستقبل محمد صلاح بمجرد أن يبدأ أرن سلوت طبعا المدير الفني الجديد لليفربول مهامه في الموسم الجديد. فوت ميركاتو أكدت أن نادي برشلونة بيرغب في التعاقد مع تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان والمعار إلى فريق لايبسيج الألماني، وأكد المواقع أن برشلونة بيرغب في التعاقد مع هذا اللاعب على سبيل الإعارة، مستغلا طبعا العلاقة الجيدة مع النادي الباريسي. وبالفعل حدثت مفاوضات لضم اللاعب، لكن نجاح تلك المفاوضات مرهون أكيد برغبة لويس إنريك المدير الفني للبي إس جي في تواجد اللاعب في صفوف الفريق للموسم القادم. في إيطاليا توتو ماركاتو الإيطالية سلطت الضوء على جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي، اللي أكدت أن اللاعب مطلوب في نابولي، مطلوب في ميلان، لكن طبعا فرص انتقاله للدوري الإنجليزي باتت أكبر، خاصة أن أبدى فريق أستون فيلا اهتمام كبير جدا بضم هذا اللاعب الشاب صاحب العشرين عام. أكد الموقع الإيطالي أن صفقة بيع اللاعب قد تتخطى ال 35 مليون يورو لانتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.